كيف يمكن التمييز بين العالم والواعي؟ هذا سؤال بحر حقيقة. الواعظ ما تراه يعني ما تراه إلا يتكلم عن التزكية و حسن التعبد مع ترقيق القلب بكلمات طيبة فصيحة فيها بيان، لكنه لا يتكلم في المسائل العلمية التأصيلية التقعيدية التي عليها المدار. وأيضا تجد أن الواعظ خطابه في غالبه خطاب تشجيع، خطاب هيجان المشاعر، أما خطاب العالم تأسيس وتأصيل لما بعده، وأيضا تنوير لمسألة حسن الاعتقاد مع حسن التصرف مع الفتن، وأيضا الشروحات. الواعظ لا تجد له شروحات علمية ولا يكثر فيه تناول الكتب المتينة لكتب المتقدمين، أما العالم فما تراه إلا يؤصل ويفصل وينظر، وتراه يهتم جدا بكتب. وأما العالم كما قلت يتناول كتب المتقدمين على التأصيل والتفصيل، يتكلم عن شروحات يبدأ بالصغير إلى الكبير، لكن ما يتكلم يعني الوعظ فيه يأتي في ثنايا كلامي، أما التأصيل للأمور العلمية سواء في الأصولية أو التقعيدية أو سواء كانت في الأصول أو في الفروع، هذا هو العالم. فهذه بعض الفروقات بين الواعظ والعالم. وأيضا العالم تراه لا يعني لا يحيد عن قول الله قال الرسول، ولا يفتي إلا بالأدلة، والواعظ ليس كذلك. وواعظ وفتوى الواعظ موعظة ليست فتوى، يعني ليست تأصيلا للمسائل العلمية، فلذلك ترون يخطئون كثيرا في المسائل التقليدية التي يسألون عنها.